اسمح لي أستاذ أحمد، الآن ينضم إلينا زميلنا الكريم أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت. مرحبا بك أحمد، قلوبنا معكم والله، يبدو قصفا عنيفا، تبدو كما تنبأ الأستاذ أحمد البحيري، تبدو ليلة ثقيلة جدا في بيروت يا أحمد، تفضل. هي ليلة ثقيلة جديدة من ليالي العاصمة اللبنانية بيروت، حيث شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 غارات جوية خلال الدقائق القليلة الماضية على عدة مناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مستهدفا مناطق سكنية وعدة مباني، حتى بخلاف المباني التي حددها في الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي في 10 من مساء اليوم لعدد من المناطق. وبالتالي هذه موجة من أوسع وأكبر الموجات، موجات العدوان على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وخصوصا أن من بين هذه الغارات هناك مناطق تستهدف لأول مرة في مناطق القرب من الجامعة اللبنانية، وغارات عنيفة تستخدم فيها أيضا صواريخ متعددة وكميات كبيرة من المتفجرات، ويظهر ذلك بوضوح من خلال حجم الدمار وحجم الانفجارات التي تحدث في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في هذه الأثناء، وعلى ما يبدو أن وتيرة العمليات مستمرة. أحمد، وأنت تحدثنا يا أحمد، هناك ضربة جديدة ويبدو أنها قاسية بحسب ما نراه وما نسمعه من صوت مدون، تفضل أحمد. نعم بالفعل، ترتفع بذلك أعداد الغارات التي ينفذها طيران الحرب الإسرائيلي، وربما لن تكون هذه آخر الغارات في ضوء العدوان الواسع والمستمر على الضاحية الجنوبية. رغم التحذير، فربما جيش الاحتلال حذر بعض السكان في بعض المناطق وبعض البنايات من استهداف الضاحية الجنوبية في 10 مساء، ثم بدأت سلسلة الغارات بغارات تمهيدية في البداية بعد نصف ساعة تقريبا من الإنذار، ثم توالت العمليات التي لا تزال مستمرة حتى الآن. حتى الآن أكثر من 12 غارة تعرضت لها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وذلك بعد عدوان واسع ومماثل أيضا تعرضت له مدينة صور في وقت سابق اليوم، مما أدى إلى استهداف أو تدمير كامل لعدد من البنايات السكنية في مدينة صور قبل ساعات من الآن، وأسفر ذلك عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء هذا العدوان. أحمد، أحب أن أعرف منك في عجالة، بالطبع نحن نسمع أصوات القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية الآن على هوائنا، لكن قل لي أرجوك، ما هو حجم الوجود السكاني الآن في المناطق التي تقصف؟ هل هناك أي بيانات تأتيك من وزارة الصحة مثلا عن الخسائر البشرية؟ نعم، فيما يتعلق بالغارات في الجنوب اللبناني هناك الكثير من الخسائر البشرية. على سبيل المثال في صور هناك أكثر من 3 شهداء على الأقل في فصيلة أولية قبل رفع كامل الأنقاض، بالإضافة إلى 30 مصابا من بينهم حالات حرجة جراء هذا العدوان في مدينة صور. أما في الضاحية الجنوبية فربما لم تصدر أي إحصائيات من وزارة الصحة، ولكن هناك مناطق مأهولة، لأن بمجرد إصدار التحذير شهدت مناطق في الضاحية الجنوبية موجات نزوح كبيرة إلى مناطق متفرقة في العاصمة بيروت، وهناك الطريق البحري أو طريق الكورنيش الرئيسي في العاصمة بيروت يضم بالنازحين من هذه المناطق من الضاحية الجنوبية قبل لحظات من العدوان الإسرائيلي المستمر حتى الآن على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. أحمد، بالطبع سنعود إليك في سياق تغطياتنا التالية، أشكرك جزيل الشكر وحفظك الله أنت وفريق العمل وكل الأهل في لبنان. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت.